مدرسة وبالتحديد المرحلة الابتدائية بنتجمع كلنا بعد سنين كتير عدت، اللي اتجوز واللي سافر بره واللي بقى عندها طفل واتنين وتلاتة، وده كان رزقها في الدنيا وهي مبسوطة جدا بيه. ولكن يوم ما أنا مشهورة قوي بفكرة إنه أنا كان نفسي أخس عشان أحط رجل على رجل. لأ، أنا كنت قاعدة مع واحدة صاحبتي بدون ذكر أسماء عشان هي ما بتفوتليش حلقة، هي نفسها تخس عشان ترجع تاني ايام ما كنا في المدرسه بنطلعوا رحلات وبنركبوا خيل وبنركبوا عجل. عايز تعمل ده تاني. كتير مننا عايز يخس لاهداف قد يراها البعض. ايه السذاجه اللي انتوا بتتكلموا فيها دي؟ بس حرفيا الهدف الساذج ده بالنسبه للبعض هو حياه وموت. انا كان نفسي اخس عشان احط رجل على رجل، هي نفسها تخس عشان تعرف تركب عجل او تركب خيل، ناس تانية نفسها تخس عشان نفسها تخلف، ناس تالتة نفسها تخس علشان تقدر تتحرك من غير مساعدة حد. كل دول يقدروا يستفيدوا من الفقرة اللي احنا دلوقتي هنتكلم فيها. منورانا موجودة معانا النهاردة اخصائية التغذية ضيفة الفقرة منى ياسر. ازيك يا منى؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ الحمد لله بفضل رب العالمين. قولي لي بقى، ايا كان هدفي انا عايزة اخس ليه، هل في حاجة تقدر تخليني اخس بشكل طبيعي وما يحصلنيش اي مضاعفات؟ ينفع جدا جدا مع كورس الاناسيليم. كورس الاناسيليم النهارده معانا عرضين، في عرض الشهر وفي عرض الثلاث شهور. ده كده بسم الله الرحمن الرحيم، تمام؟ العرض الشهر عليه خصم 50% وعرض الثلاث شهور عليه خصم 75% لاول 150 متصل. اوكي. والعرضين دول حلوين قوي قوي بالنسبه لو عايزه اخس حبه حلوين، يعني مثلا 30 40 كيلو هيبقى مناسب ليا قوي، ولو عايزه اخس كده مزنوقه في 10 15 كيلو هيبقى مناسب ليا قوي كورس الشهر. بس قد ايه بجد انتوا مركزين في التفاصيل؟ يعني انتوا عاملين عرض ما للناس اللي مش ناويه تخس كتير، اما الناس اللي مطوله والتشالنج بتاعهم اصعب، لا احنا بنرشح لك انك تاخد كورس الثلاث شهور عشان تقدر تستفيد من الخصم. طيب لو انا حد عايز يكسب او يخسر وزن كبير جدا وهبدا بالكورس اللي هو الثلاث شهور ده، عشان برضو فكرة انه في ناس تقولك لا الحاجات دي للناس اللي اوزانها صغيرة، لا لو انا بتكلم عن حالة النهاردة عايزة تخس 50 أو 60 كيلو، هتعمل ايه؟ هتاخد الكورس الثلاث شهور، وهتبقى طبعا محتاجة تعرف مكونات الكورس ايه، حقه يعرف او حقها تعرف قبل ما تطلب الكورس، تبقى عارفة مكوناته وهل طبيعية وآمنة، نطمن لها قلبها زي ما بيقولوا كده. هنبتدي بأول حاجة معانا مع كورس مصرح من وزارة الصحة المصرية، ده الاتنين كورس مرخصين من وزارة الصحة المصرية، ويقدر يخسسه في الشهر الواحد من 10 ل 15 كيلو، أنا بتكلم على الكورسين. حلو. تمام؟ ومناسب من أول سن 12 سنة لحد سن 70-80 سنة، ده كده إيه؟ الأساسي. عسل. طب نيجي بقى الكورس الثلاث شهور اللي حضرتك ذكرتيه، عايز اعرف مكوناته. في خمس حاجات اساسيين وهديتين، معانا هدايا برضو في الكورس الثلاث شهور. اول او الثلاث شهور كلهم على بعضهم بيبقى فيهم مكونات ايه؟ اقراص الاناسيليم، ودي اللي هتشبعني فتره كبيره وهتقدر تسيطر لي على الجوع وهتظبط لي مستويات السكر في الدم. حلو. وهتظبط لي كمان موضوع ان انا ضغطي طالع نازل، او ان انا كمان بجوع كل شويه، او شراهه الاكل، كل الحاجات الحلوه دي. وهتعالج لي الامساك. يبقى انا كده عندي اقراص الاناسيليم. تاني منتج معايا موجود هو اقراص السليمنج، ودي بتعلي مستويات الحرق، واقراص القهوه الخضراء، ودي برضو بتعلي مستويات الحرق، وفيها احمد كلوروجينيك اللي هي مضادات اكسده، فبالتالي انا كده السموم قللتها في الجسم، وابتديت كمان اعلى بالمناعه الجسديه، وعندي نشاط ذهني ونشاط بدني. ودي اهم حاجه الناس اللي حاسه بخمول وتعبانه، او ابتدت تحس ان هي خلاص بقى مع السن ابتدت ما عندهاش طاقه. نيجي بعد كده موجود معانا سامرون في الثلاث شهور. سامرون خمس فيتامينات وخمس خمس فيتامينات ومعادن، حديد، زنك، ب 12، فوليك اسيد، وفيتامين سي. خمسه دول موجودين في سامرون. يبقى انا كده معايا كمان كريم شد الترهلات. يبقى انا كده عندي كورس خمس منتجات خلال الثلاث شهور هيقسمهم للفريق الطبي على اساس الهدف بتاعي. براي